سمعنا أثرا هو طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، فهل هذا حديث وهل هو صحيح ونريد معناه بإيجاز؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحضرني الآن معرفة درجته من الصحة أو عدمها. وطوبى والله أعلم هي الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب المسلم في أن ينظر في عيوب نفسه فيصلحها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن لا ينشغل بعيوب الناس وينظر إلى الناس ولا ينظر إلى نفسه. هذا هو المعنى والله أعلم. نعم، أثابكم الله.